السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه شيوات كوزينتي. اليوم ان شاء الله الى حين الله غادي نديروا غراتان ديال الشعريه بلا زيبينا. غادي نحتاجوا ليه نص كيلو ديال الشعريه اللي سلقنا، قبطه ديال لي زيبينا اللي غسلنا مزيان، جوج معالق ديال الزبده كبار، معلقه كبيره ديال الفورص، نسيترو ديال الحليب، غادي نحتاجو معلقه صغيره ديال الملحه، نص معلقه ديال الابزار وربع معلقه صغيره ديال راس الحانوت. غادي نحتاجو البيضه وجوج طرونشات ديال الفرماج. في مقله كنديرو الزبده ديالتنا وكنديرو عليها لي زيبينا، كنبقاو معاهم بشويه بشويه حتى كيدبالو. لي زيبينا ديالنا ها هما دبلو كيشتو، ها هما طلقو الماء ديالهم، كنبقاو نحركو فيهم حتى كيشربو الماء كله وينشفو منه. لي زيبينا ديالنا ها هما تشحرو، مبقات حتى شي نقطة ديال الماء، ها هما دابا موجودين. في مولينات كنديرو نسيترو ديال الحليب ديالنا وكناخدو واحد المعلقة كبيرة ديال لي زيبينا لي صيبنا وكنطحن. في جميلة كنديرو المعلقة الأخرى ديال الزبدة، كنديرو هاد الثوب باش غادي نصيبو لاصوص بيشاميل ديالنا. الزبده ديالتنا ملي ذابت كنزيدو عليها فورص الزبده، كنحمروهم مزيان. ملي كيتحمروا بحال هكا كنزيدو العصر ديالنا ديال لي زيبينا مع الحليب وكنبداو نخلطو. لاصوص بيشاميل ديالتنا هيا وجدات عقدات كما العاده، كنديروها هيا موجوده. اناء كنديروا الشعريه ديالتنا، كنزيدوا لي زيبينا اللي بقاو، كنزيدوا لاصوص بيشاميل ديالنا، كنزيدو اليقامة، كنخلطو مزيان. كنزيدو هاد البيضة، نخلطو بحال هكا مزيان. دابا كنديروهم في طبق اللي غادي ندخلوه الفرن. إناء اللي غادي يدخل الفرن كنديرو الشعرية ديالتنا، كنسرحوها مزيان. كنديرو لي طرونش ديال الفرماج ديالنا على هاد الشكل وكندخلها للفران درجة الحرارة 180 درجة حتى تكراتينا ونقدموها بالصحة والراحة.